رجعنا لكم من جديد في استاد الكاب. أهلا وسهلا بالجميع من جديد, شكرا لثقتكم فينا في برنامج استاد الكاب. أكيد المشوار ما زال متواصل إلى السادسة مساء. كنا حكينا فنيا على مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري, أيضا نفكر الخمسة العشية ممثلنا الثاني لحساب كأس الكونفدرالية الإفريقية في تنقل صعب الاتحاد المونستيري في مواجهة أسيك ميموزا الإيفواري. من جديد دليل بن حمودة, أهلا وسهلا بك. مرحبا يا أخوي. وليد بن حاحة, أهلا وسهلا. مساء النور وليد بن حاحة. أكيد توا مش نحكيه كما قلنا مبكري, خليه أهل المجال هما اللي يحكيه. أكيد الترجي الرياضي التونسي عندها من الكفاءات ورجال القانون الكم الهائل ما شاء الله, كفاءات كبيرة في الترجي الرياضي التونسي, ولعل أبرزهم الأستاذ وليد بن صالح عضو اللجنة القانونية في الترجي الرياضي التونسي. أهلا وسهلا بك أستاذي. مرحبا مرحبا, تحية ليك, تحية للمستمعين, تحية للأخوين في الاستوديو معك. أكيد أستاذ وليد بن صالح, كنا الحقيقة مش نحكيه على ملف الياس الشتي, أيضا كنا مش نحكيه على قرارات الرابطة التونسية لكرة القدم في موضوع على الكلاسيكو وملف عبد الرؤوف بن الغيث, لكن للأسف الشديد مع الأحداث الأخيرة اللي صارت ليلة البارحة في مباراة الترجي الرياضي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري, حبينا نعرف موقف هيئة الدفاع في الترجي الرياضي التونسي. هل ستنتظر قرارات الكاف؟ اللي من المفترض الاجتماع الكاف مش يكون يوم الجمعة القادم, أم ستقوم بعملية قانونية استباقية هيئة الدفاع في الترجي الرياضي التونسي؟ والله شو نقول لك, يعني هي أولا ساعة اللي بارح الناس كل شافت شنو صار, الحديث اللي صار نعرفش, يعني هذولي أمور ما عندهاش علاقة بكرة القدم. عندها علاقة لا بالرياضة لا بالترجي لا بالتونسي لا بكرة القدم, وبالتالي من يعني شنو باش يصير يلزمنا ساعة توا احنا يعني تحديدا حكينا فيه الموضوع, وبطبيعة يعني نتصور انه الترجي واللجنة القانونية للترجي والإدارة الترجي يعني كلها متأسفة يعني الأمور اللي صارت. حاول يعني تعرف انه يعني إدارة الترجي يعني عملت مجهودات كبيرة يعني باش تحاول انه مش كان إدارة الترجي, يعني إدارة الترجي جمهور الترجي عملوا مجهودات كبيرة, وانت شفت كيفاش مشيت الامور يعني من الاول يعني, والمجهودات اللي عملتها الجمهور باش تكون الامور منظمة ويكون جو يعني من احسن مكان, يعني شفت معني من اول مباراة يعني حتى البيان اللي سبق المباراة بيان عبر الصفحة الرسمية للترجي الرياضي التونسي, مش كان بيان, هو فما البيان وفما النقاشات مع الجمهور, يعني فما برشا حاجات صارت يعني باش الامور يعني تصير على احسن ما يكون. فهمت بعد يعني شنو اللي صار؟ والله شوف احنا توا بنجموش نقولوا حتى شيء, فهمت انت تعرف توا الكلمه بحسابها وكل شيء يعني ممكن يتم استعماله, فيعني نحن نستناو التقارير. وبالنسبه للاجتماع احنا مازلنا ما يعني ما عندناش علم يعني بحد اجتماع يعني, وبالتالي نستناو المراسلات الرسميه تاع الكاف, ونهار اللي جينا المراسلات الرسميه باش نجتمعوا ونقرروا على شنو لازم نعملوا. فهمت واضح. هو أستاذي نحطك في الإطار وبتواصلي مع الصحفي المصري محمد سعيد, محمد سعيد والمعروف عليه الحقيقة خلينا نكون واضحين أنه مقرب جدا من الكاف, قال إني تواصلت اليوم مع مسؤول بارز باللجنة التنفيذية في الكاف, أكد أن أحداث مباراة الترجي والشبيبة لن تمر مرور الكرام. تعليقك أستاذي. شوف والله انا ما عنديش تعليق الحكايه هذه, كله يبقى كلام وما تعرف. قبل مباراه نصف نهائي ثم حرب اعصاب وحرب كلاميه وما عادش تعرف يعني شنو الصحيح من الغلط. احنا نتعامل يعني بالوثائق وبالتصريحات الرسميه والبلاغات الرسميه, فيعني ما نجموش يعني نستنتجوا حتى شيء. شوف وبالنسبه للقرارات يعني إذا تعرف اللي فما يعني لجنة تأديب يعني في الكاف, وهي اللي تصدر القرارات يعني والعقوبات, وبالتالي نستنيه حتى تتعهد يعني اللجنة وحتى يعني
تدرس الموضوع وحتى تاخذ قرارها فهمت. وبعد ممكن نجم ناخذ قرارات على ضوء يعني شنو باش يصير فهمت. واضح يعني لجنة الدفاع في الترجي الرياضي التونسي او اللجنة القانونية في الترجي الرياضي التونسي ستنتظر قرارات لجنة التأديب سلبا الكاف، ومن هنا سوف تبني على هذه القرارات وتاخذ الموقف نتاعها الواضح. صحيح، شوف مش نستناو حتى لين يجينا القرار، لكن نستناو حتى تجينا المراسلات الرسمية فهمتني، وعلى ضوء المراسلات الرسمية نجتمع ونقرروا يعني شنو نجموا نعملوا. واضح، وقراءتك أنت القانونية كأستاذ أكيد وليد بن صالح، شنو هي العقوبات المنتظرة؟ والله شوف أنا ما نجمش نقول لك، ما نحبش ندخل فيه الموضوع هذايا، وما نجموش يعني نتنبؤ يعني بالمستقبل ولا شنو باش يصير ولا يعني شنو العقوبات اللي ممكن تصير. احنا شوف يعني في الترجي شنو اللي نجمو نقولوه، انه الاداره واللاعبين والممرنين والجمهور والاغلبيه الساحقه من الجمهور الكل يعني حاولوا، والكومبورتمون تاعهم كان يعني شو نقول لك يعني مثالي فهمت. وبالتالي يعني لو يعني يسألونا يعني ولا نعطيه رأينا ولا باش نعطيه يعني تقارير ولا باش نكلمه يعني هذا هو يعني اللي يلزم يتحط يعني سجل الموسم هذايا. جمهور الترجي يعني كان مثالي يعني في مباراة الشامبيونز ليج، يعني شوف قدش مباراة تعديت، يعني قدش مباراة تعديت ما صارش فيه حتى شيء، يعني ما صارش حتى يعني حتى فلان مش على شيء فهمتني. وبالتالي يعني هذا هو يعني فهمت، يعني ان شاء الله يعني كاف تاخذ بالامور هذه وتاخذ انه يعني المجهودات نتاع تاع الترجي وتاخذ بال يعني بالكومبورتمون تاع الجمهور يعني في المباريات اللي صارت الكل. هو للامانه وتصديقا لكلامك باش نكون واضح برشا استاذ، جمهور الترجي الحقيقه في المباريات الاخيره في كاس رابطة الابطال الافريقيه كان مثالي جدا جدا واعطى دروس، وكنا حتى في البلاتو هذا حكينا على جمهور الترجي التونسي. لكن السؤال هوني، ماذا حصل ليله البارحه؟ ماذا تغير في جمهور الترجي الرياضي التونسي؟ والله هذا جواب ما نجمش نجاوبك عليه، ان شاء الله يكون فيها يعني فما تحقيقات والتحقيقات تعطينا يعني شنو اللي صار يعني بالضبط يعني في المباراه هذه. واضح، واكيد ان شاء الله المباراه نصف النهائي الترجي الرياضي التونسي يلعبها بجمهور وبحضور الجماهير، اكيد ممثلنا في كره القدم التونسيه نحكي على الترجي الرياضي التونسي، زلنا الناس كل ناخذوا توا مع الترجي الرياضي التونسي، خاصه ونرجعت للتصريح الاعلامي الاخير اللي كان قام به الصحفي المصري محمد سعيد. علاش حبيت نبني عليه؟ لانه توا مش تبدا الحرب الاعلاميه، وهذا اعتدنا به وليد ما قبل مباريات الترجي والاهلي المصري. أستاذ وليد بن صالح، نمر إلى الملف الثاني، هنا نحكيه على مباراة الكلاسيكو وقرارات الرابطة مع تأجيل النظر إلى حين وصول التقارير الأمنية. والله كيف كيف نشوف احنا اجتمعنا يعني في اللجنة القانونية وتحدثنا في الموضوع وما نجموش يعني نترافعوا يعني في وسائل الإعلام. النجم نقوله لك اللي الترجي متأكد يعني من قوة يعني موقفه القانوني، متوقف متأكد يعني من سلامة موقفه، وإن شاء الله يعني يتم يعني تثبيت يعني النتيجة الحاصلة على الميدان وتثبيت الاستحقاق الرياضي يعني للترجي الرياضي التونسي. واضح. ملف الياس الشتي، اي نحكيه في أكثر توضيح في ملف الياس الشتي. اي في الياس الشتي يعني ما تعرف هو صارت بدات الحكايه في اللي فات يعني اللاعب يعني قام يعني بارسال يعني بعد نهايه الموسم اللي فات قام بارسال مراسله واعلن الترجي اللي هو فتح العقد نتاعو، ويعني حس يعني روحه انه باش يمشي يعني للنادي الجديد ومشي لاونجي في فرنسا، وقع عقد مع اونجي في فرنسا. اللي صار اللي احنا قمنا باشتكائه للفيفا، لان يعني اعتبرنا انه الفسخ العقد ما تمش بصفه قانونيه، دونك اللاعب هذايا يعني وبالنسبه يعني بالمناسبه هذه يعني مساج للجوالات الكل يعني فهمتني، يلزم وقت اللي ياخذوا النصائح ولا ياخذوا معناها الكلام ياخذوا الكلام من عند اهل الذكر، لانه نتصور انه في ليز الشتي الناس اللي نصحته يعني ما نصحتوش يعني بالنصيحه الباهيه فهمتني، لانه
هو وقت اللي مشى وفتح عقده ما عرفش هو يتصور اللي هما لي كونسيكونس معناها تاع تاع فسخ العقد نتاعو باش يكون هكاك. لانه فما قوانين وفما لوائح، واذا كانت تحب تمشي لجمعيه اخرى يعني ماذا بيك يعني تدق الباب وتحكي مع النادي نتاعك، فهمتني، وتاخذ معناها لوتوريزاسيون تاع النادي نتاعك، مش هكاك يعني تبعث وتقول راني انا فتحت عقدي وتتصور. راهي العقود هي وقت مجعوله باش تحترم، فهمتني. وبالتالي كي مشينا احنا الفيفا يعني ايزون ايتيدي الدوسيي وشافوا الموقف الترجي، موقف الترجي صحيح. وبالتالي هو سي الياس الشتي وقت اللي قام بفسخ العقد تسبب في اضرار للترجي، تسبب في اضرار ماديه واضرار رياضيه. وبالتالي كان لابد على الفيفا من انها يعني تعوض لنا الاضرار الماديه والاضرار الرياضيه. فاحنا الوثائق اللي قدمناها اثبتت انه الضرر المادي اللي تعرضنا له هو يعني قيمته ما يوازي 970 الف اورو، وتعرضنا للضرر الرياضي يعني هذا. وبالتالي قررت انه بانه اعتبرت انه فسخ العقد تم خلال الفتره المحميه، قررت انه يعني تعاقب اللاعب والنادي اونجي معه بعقوبات رياضيه. واضح العقوبات الرياضية والعقوبات المادية اللي نحكيوا عليها توا في ملف الياس الشتي. صحيح. هو ماديا يعني يلزم يعوض الترجي على ضرر، يعني لأنه هو وقت اللي خرج تبنى في ضرر مادي، وبالتالي قدرت الفيفا ضرر المادي هذا 970 ألف أورو، يعني قيمة اللاعب هي 970 ألف أورو. والعقوبات الرياضية اللاعب يعني تم عقابه يعني بأربعة أشهر ما يلعبش يعني مباريات رسميه، والنادي كيف يعني فترتين ممنوع من الانتداب او ممنوع. حكم نهائي هذا استاذ؟ لا بولا. الحكم يعني قابل للاستئناف في محكمه التحكيم الرياضي في لوزان. واضح استاذ، باش ما نطولش عليك برشا، نعرف التزاماتك ملف. لا حبيت نسالك على ملف عبد الرؤوف بلغيف، تنعطيك كلمه الختام استاذ، خاطر جماهير الترجي الرياضي التونسي تتسائل وين وصل ملف عبد الرؤوف، اللاعب عبد الرؤوف بلغيف. شوف بالنسبه لملف عبد الرؤوف بلغيف، راهو ملف عبد الرؤوف بلغيف حكمت فيه الفيفا وقررت انه اللاعب يعني عنده مبالغ غير خالصة، وبالتالي يعني حكمت له بالمبالغ هذه، فهمتني، لأنه هو يعني اعتبرت أنه هو لم يتم يعني دفع يعني البعض من أجور نتاعه، فهمتني. وبالتالي يعني بعد يعني فما حكاية الاستئناف في التاس، يعني الإدارة الترجي يعني قررت يعني أنها تفضل أنه هي يعني تفض المشكل مع اللاعب، فهمتني، وتقوم يعني بتسوية الوضعية يعني من دون اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي. واضح أستاذ وليد بن صالح، مساج خليك كلمة الختام، ذولي عندك ما تقول. صحيح. أنا شوف حبيت نشكر أولا تاع إدارة الترجي على التعاون يعني والاحترافية يعني نتاعها، خاصة يعني نسميهم يعني مدام درصف نوار وسي سي كاتو يعني الكاتب العام، يعني حبيت نشكرهم. وحبيت جدا نداء الجماهير الترجي انها تلتف حول النادي، لانه الفتره صعيبه ورياضيا وماديا ومعنويا، فلابد من انه يعني الجماهير تلتف حول النادي. برافو استاذ، هذا هو الكلام اللي حبينا نسمعوه، خاصه في رسالتك للجمهور الترجي، ومن خلالك انت ايضا تحيه كبيره برشا الجنود الخفاء، هيئه كامله، هيئه القانونيه للترجي الرياضي التونسي مره اخرى. هيئه كامله واداره كامله وناس تخدم يعني ليل ونهار يعني باش تحل يعني المشاكل دي. واضح جدا، ومشكور على قبولك دعوتنا استاذ. شكرا، يعطيك الصحه. شكرا لكم، يعيشك، مرحبا بك. استاذ وليد بن صالح، اكيد كما سمعنا البدايه معاك دلي بن حموده وتعليقك على الكلام هذا، وخاصه انا حبيت نحكي على احداث العنف الاخيره في مباراه الترجي التونسي وشبيبه القبيل الجزائري. يظهر لي دلي، طيب أنت كنت ملاعبي في الترجي الرياضي التونسي، ممكن تعرف أكثر مني أنا. هذا جمهور الترجي، هذا جمهور الترجي اللي نعرفوه، اللي قلنا هو مثال يقتدى به في الجماهير العربية والإفريقية. مستحيل محمد يكون هذا جمهورنا، أكيد. وأنا نأكد لك اللي هذا ما هو جمهور الترجي، الفئة هذه اللي عملت الشيء هذا ما هي جمهور الترجي، مستحيل. لانه نشوفوا في البلاغات ونشوفوا في الكورفة اش عملت، البلاغ اللي هبطته زادت وصي على الشماريخ وطالبين معناتها توني معناتها كلها تلبس كيف كيف. ما نظنش انا في ساعتين تقلبت الدنيا الكل،
بالميساجات والبلاغات والشيء اللي هبط في ساعه في دخلوا للبارتي وانت رابح وفي بالك اللي عندك ماتشويت معناتها تنجم تلعب تولي ويكلو وعندك معناتها مترشح دومي فينال وجمهورك يعمل هكايا عاد كان جمهور ترجي تهز عباد وتحطت عباد اخرين خلينا نعرف. واضح واضح دلي بن حموده وليد بن حاها الاستاذ وليد بن صالح عضو اللجنه القانونيه في الترجي التونسي يقول سننتظر التقارير اللي مش تكون موجوده التقارير اللي مش وصلنا وبعد مش كلجنه قانونيه سنجتمع ونقرر ماذا سنفعل في الموضوع هذا موضوع الترجي التونسي والاحداث الاخيره في مباراه شبيبه القبيل الجزائري. بالطبيعه عنده الحق ينتظر البلاغات الرسميه من التقارير التقارير الرسميه مش القرارات أكد اللي هوش ينتظر البلاغات الرسمية من الكاف لكن اللي صار البارح مع الأسف باللي باش تقوم مجهود وباش تحاول تقنع لجنة العقوبات في الكاف يعني بالنسبة للكاف هذيك جماهير الترجي احنا نعرفه احنا كتوانسة نعرفه خلنا بعضنا لكن اللي صار البارح بالنسبة للكاف محمد راي مش تدخلك في الديتاي ومع المطركاج اللي بداها أحمد شوبير من البارح والصفحات المصرية وصفحات الأهلي المصري تعرف يعني البقر الكاف وين موجود وتعرف معناتها لقجع معناتها الشيخ على ترشح الوداد عندنا ميمالودي سانداونز اللي قاعدة تعمل في بريستاسيون اكسلونت يعني وفايت امام الاهلي والوداد وحظوظها وافره وافره جدا. ترجي السنة قوت جمهوره الجمهور حاول بصراحه انا نتبع فيه حتى كي مشى الجزائر كان بارفي جمهور ترجي مش باش يجي البارح باش يقوم بالعمليات هذه ولكن الكاف ولجنه العقوبات في الكاف باش تستمع للاراء هذه باش تفهم شنو اللي صار البارح. احنا كان توانسه في بعضنا وكان معناتها كوادر امنيه البارح في ملعب رادس ناكد لك في المومو هذاك مش فاهم شنو اللي صاير خلي باش الكاف تسمعك شكون فاهم شنو اللي صاير. والله محمد شوف ما فهم حتى حد فهم ولكن المؤشرات راهي ما بدتش البارح هذه وصمة عار على كرة القدم التونسية ما يهمهمش ورغم أني أو مازلت على كلامي اللي صار البارح لا يمثل جماهير الترجي ما يهمهمش محمد أنت الناس اللي حبت تأجج الأوضاع البارح راهي ما يهمهاش لا في الترجي ولا في الجمهور ولا في الامنيه اللي دخل في الفرونك كونفرونتاسيون ديريكت مع الجماهير لا يهمها في الناس اللي ضربت ولا يهمها في الغاز كريموجين ولا يهمها في الناس اللي تخنقت ما يهمها في حتى شيء. احنا مش نستناو التقارير الامنيه وباش نشوفوا احنا سبقنا وكوني كلمنا معناتها ونبهنا وقلنا لرئاسه الحكومه وديوان رئاسه الجمهوريه ووزاره الداخليه ووزير الشباب والرياضه قلنا لهم حلوا لنا لو دوسي هذا نتاع امن الملاعب قلنا لهم اعملوا لنا فرق مختصه في تامين الملاعب قلنا لهم راه ما يجيش باش يكون الامني اللي يخدم فيها 12 ساعه وعلى ساندويتش وعلى اعصابه وكذا هو بيدو اللي باش يامن المباريات قلنا لهم الشيء هذا وعندهم دراسات على مكاتبهم اكد لك اللي عندهم دراسات معموله على مكاتبهم مانيش نحكي على وزاره الداخليه نحكي على رئاسه الحكومه عندها التقارير هذه ولكن لا حياه لمن تنادي للاسف الشديد اكيد في انتظار العقوبات القادمه من الكاف. انا كنت قلت في اتصالي مع الصحفي المصري المقرب جدا من الكاف قال لي انه كان في اتصال ايضا هو بدوره مع مسؤول بارز في اللجنه التنفيذيه في الكاف وقال له انه احداث الاخيره لمباراه الترجي وشبيبه القبيل الجزائري لن تمر مرور الكرام ان شاء الله باخف العقوبات لممثل كره القدم التونسيه الترجي التونسي. وكما كنتوا تسمعوا كان موجود معنا الاستاذ وليد بن صالح عضو اللجنة القانونية للترجي التونسي. تلقاو شنو قال الأستاذ وليد بن صالح تلقاوها في صفحتنا في الفيسبوك باج راديو كابافين أي أيضا في الشين بتاعنا على اليوتيوب راديو كابافين. المشوار متواصل فاصل ونواصل. استاد الكاب استاد الكاب